يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة تابعة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، الإسكندرية 32-24، مطروح 32-25، بورسعيد 34-25، والإسماعيلية 40-25. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 26، العريش 34-24، طابة 37-25، شرم الشيخ 39-30، والغردقة 42-29. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 43-24، شلاتين 44-30، وأخيرا حلايب العظمى 43 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.